غارز العليا بتاعتي كده هوية، وبقوم جاي قافل على النبت بتاعتي كده. هفتح اهي بشيلها كده، بلاقي اللي النبات بتاعي ابتدى يطلع اوراق بسيطة. بعد 20 يوم بفتح ووتس تاني على التربة بتاعتنا، بلاقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن طريقة التكاثر نبات العنب بواسطة العقلة. ميعاد التكاثر بيبدأ من شهر 12 الى خروج العين، يعني الى اواخر شهر 2. عند خروج العين بتتم عملية وقوف القص. زي ما واضح معانا كده في الكاميرا، معانا نبات العنب على السطح، اهوت مربيينه على السطح. هنوريكم ازاي نعمل عملية تكاثر في البيت او في الاسطح او في المشتل. بختار غصن من نبات العنب، بنعمل عليه عملية القص. مثلا بختار ساق زي كده وبعمل عملية القص، يعني باجي هنا بقص الساق بتاعنا. بختار ساق ايضا زي كده اهوت، وبنقادي الغصن اللي احنا بنتكلم عليه، وهنوريكم ازاي نعمل عملية القص. بعد كده بحضر السيت زي كده في تربة زراعية عليها نسبة رمل. بجيب الغصن بتاعي وبكعب من تحت العين كده، وعلى 30 سنتي او 25 سنتي، هذا طول العلاية. وبعد كده باجي بغرز العلاية كده، بعد ده مروي كده، انا بروي التربة بتاعتي بالمية، وبعد كده بقوم غارز العلاية بتاعتي كده. بحضر ازازة زي كده بيكون فيها ثقوب للتهوية، وبقوم جاي قافل على النبت بتاعتي كده اهي النبات بتاعي. عملية الري كل 10 ايام بروي النبات بتاعي، بضيله مية بسيطة. مدة التقدير تتراوح من 30 يوم الى 35 يوم. ده عملية الزراعة وطرق الرعاية بنبات العنب، طريقة سهلة وبسيطة. بعد مرور 10 ايام هفتح اهي بشيلها كده، بلاقي اللي النبات بتاعي ابتدى يطلع اوراق بسيطة. لو لقيت التربة محتاجة اللي هي عايزة مية، بديها مية بسيطة خالص وبقفل تاني، بستنى اللي هي تتشرب وبعد كده بقفل تاني. بقوم جاي قافل تاني اهو. بعد 20 يوم بفتح ووتس تاني على التربة بتاعتنا، بلاقي ان الاوراق كبرت معايا اهوت، يعني اصبح النبات بيخش عملية التقدير. اول ما بشوف الجذور ظاهرة كده من تحت، يبقى النبات بتاعي غدر. بحطه في الدل لمدة 2 يوم، وبعد كده لو عايز اللي انت حابب مثلا تزرعه في صيص كبير بتزرعه، حابب اللي انت تزرعه في الارض بتزرعه، بتعمل بيه تكعيبة عنب. ادي طريقة شرح تكاثر نبات العنب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى ان يكون الشرح نال اعجابكم. انتظروني في فيديو جديد من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.